السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نعمل معكم بقلاوة. هنا هي الورقة عندي، وعندي انا الزبدة مذوباها، وعندي القرقع هو عين جمل، درت فيه قريفة وشوية معلقة ديال السكر، هاهو، وخلطتهم وغادي ندير بهم البقلاوة ان شاء الله. ان شاء الله تبعوا معايا ان شاء الله وتشوفوا الطريقه ان شاء الله. طبعا غادي ندير بورقه بورقه ونخلي الاخرى باش ما تنشفش ليا، غادي نخليها نغطيها، لكن هذه غندير بورقه بورقه. ديري جوج ورقات، ديري جوج ورقات. هاتي جوج ورقات، خليها ندير داكشي لي طلعت ليا. الأخرى غادي نخبيها في ميكا باش متنشفش، أولا زيف أولا زيف، المهم متنشفش، وحطيها حتى تسال يدك. مزيان مني طلعت دابا ورقة، لأن هاد الورقة عندنا حنايا دغيا كتقطع، شتي دغيا ان شاء الله عليها، ولكن معليش انا غادي ندير هنا، غادي ندهن هنايا. بسم الله الزبده ذوبتها، ولا هذا هادو دوك العواد ديال الشوا شديتهم وربعه ولقيتهم ودرتهم هنايا، دورت عليهم السلوفان ان شاء الله. دابا اش غندير؟ غنطوي واحد شويه هكا، وغندير هاد الورق السلوفان غنخليه خارج شويه من هنا، ندير هكا شتي، وندهن الورقة وندير الحشوة. بغيتي أي نوع من الحشوة بغيتو ديرو ديروه ليكم الاختيار، بغيتو ديرو اللوز، بغيتو ديرو اللوز والقرقاع، بغيتو ديرو، المهم هذا، المهم ما تكونش الحشوة كثيرة باش مني تجمعي ما تديرش، وتنطوي صافي. ندير كل شيء هكا وتنطوي. أنا غادي نعاودها، يعني عندي الكاغيط أنا مد مليا بزاف، شتي هذاك الطريف اللي بقى ليا هنا، شفت هذا نجمع هادوك. بغيتي ديري جوج ورقات، ديري جوج ورقات، المهم هكا، وتنشد تنجمع هكا تنكرشها، شتي تنشد هكا نجمعها هكا، شتي ندير ونديرها في ال ندير معكم واحدة أخرى. الورقة مسكينة دغيا تشرب، ندير غير نص بالنص نطوي ونعاود تاني ندير هذاك الأخر الجنب. نجمع هذا تاني نطويه، كندهن كندير هذاك اسميتو القطيب ديال هذا ديال وداد الخشيبات. اما اللي عنده خلاص داك اللي مختص بهذا يديرو، انا ما عنديش هذاك الشيء علاش درت هذا الاقتراح هذا.
مني ديري الحشوه ما تكتريش وما ما تكتريش باش ما مني دير ما تفرقعش، تخرج الحشوه منها سميتو صافي. وكانت نبرم طنطوي اللي خرجات ما عندي ما ندير ليها صافي. هذا كنزيدو هنا باش نطوي. هاي البقلاوة دابا غادي نشدوها كملتها بسميتو، نعاود تاني نزيد ليها واحد الرشيشة ديال الزبدة، غادي نقطعها تقطعيها الشكل اللي بغيتي نتيا، بغيتي كيفما بغيتي تقطعيها قطعيها، بغيتي تقطعيها هكا تقطعيها، بغيتي تقطعيها طريفة طوال تقطعيها، تقطع على حسب اختياركم صافي. والفران تيكون سخون ديريها سميتو تشوفيها حتى وكتحمر ان شاء الله، من بعد غادي تسقى بالقطر بالسيرو. عليك الاختيار كيف ما بغيتي تقطعي، بغيتي تقطعي كبار قطعي، بغيتي تقطعي صغيرين قطعي، على حسب كل واحد شنو تيبغي. انا كنديرها الفوق في الفران حتى تدير تتحمر، خاصها مازال حمر كنزلها شويه لتحت، ما خصهاش صافي كديهب كلها. المره اللي فاتت درتها خليتها غير الفوق ولات كلها هي مذهبه. ها هي البقلاوه دابا سخونه وعندي السيرو ها هو بارد، غادي نسقيها. كيكون السيرو بارد تتسمع ديك الصوت ديال السخونية. هيا البقلاوة جاهزة ان شاء الله، جات روعة. شفتي الحشوه شحال عندي، درت غير ورقه وحده ان شاء الله. جربوها ان شاء الله وردوا عليا ان شاء الله الى طبق ثاني ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خير على الدعم والاشتراك.